النوع الثاني من الليمفوماز نون هوتشكين ليمفوما. اول حاجه زي ما اتعودنا الابديمولوجي النون هوتشكين ليمفوما، لو رتبنا الكانسرز من الموست كومن للليس كومن ترتيبها رقم 5. الميديان ايج بتاعها دايما بيبقى فوق ال 50 وبيبقى مور كومن في الميل اكتر من الفيميل. نيجي بقى للايتيولوجي والريسك فاكتور بتاع النون هوتشكين ليمفوما. هيبقى عندي فايرال انفكشن على راسهم، على راس الايتيولوجي، وديت بتبقى الانفكشن بي دي ان اي فيروس او ار ان اي فيروس. الدي ان اي فيروس زي الابشتاين بار فيروس، وده بيبقى اسوشيتد مع بيركت ليمفوما، نيزل تي ناتشورال كيلر سيل ليمفوما، زي ما اسوشيتد مع اذر تيومرز زي النيزوفارينجيال كارسينوما. بعد كده الار ان اي تيومرز ثلاث، الار ان اي فيرال انفكشن ثلاثة فيرال انفكشن، الهيومن تي سيل ليمفوتروبيك فيروس تايب 1 اللي هو الاتش تي ال في 1، ودي بيبقى اسوشيتد مع ادلت تي سيل لوكيميا ليمفوما الاي تي ال ال، الاتش اي في اللي بيعمل ايدز، وده بيبقى اسوشيتد مع هاي جريد بي سيل ليمفوماز. واخر ار ان اي فيروس اللي هو الكرونيك هيباتيتس سي فيروس انفكشن، ودي بيبقى اسوشيتد مع اندولنت بي سيل ليمفوما. بعد كده عندي انفكشن باي بكتيريا زي الاتش بايلوراي بكتيريا، يبقى كرونيك اتش بايلوراي انفكشن، وده بيبقى اسوشيتد مع جاستريك ليمفوما او اذر مالتومز ميكوزال اسوشيتد تيومرز ليمفوماز، ممكن تكون تطلع حتى في اللاكريمال جلاند بسبب سب تايب معين من البكتيريا، برضو مش من ضروري نعرفه. اخر حاجه موجوده عندي من الحاجات الكبيره اللي هي الاميون ديفيشنسي او الاميون ريجوليشن، يبقى عندي ثلاث حاجات كبار وثلاث حاجات صغيرين. اخر حاجه اللي هي الاميون ديفيشنسي او الاميون ديس ريجوليشن، منها الايدز، يعني الاتش اي في نفسه ممكن يعمل اندكشن او يؤدي الى ليمفوما، والاميون سبريشن اللي هيعمله الاتش اي في على شكل ايدز يعمل برضو يؤدي الى تكوين ليمفومات نون هوتشكين ليمفوما. الاورجان ترانسبلانت ريسيبيانت برضو بيخش في اميونو سبريشن فيحصل له ليمفوما سكندري ليمفوما. الكونجنتال اميونو ديفيشنسي سندروم زي ما فيش جاما جلوبولين يبقى جاما جلوبولينيميا، نوع معين اسمه اتاكسيا تلنجكتيزيا، وويسكوت الدريخ سندروم. ممكن يكون اوتو اميون ديز اوردر زي الجوجرين سندروم والروماتويد ديزيز واللوبس ريسماتوزس والهاشيموتو سيرودايتس. والانتاج بتاع الفينوتوين برضو يؤدي الى حدوث نون هوتشكين ليمفوما، او الالدرلي نفسه بيؤدي الى ديكريز في الاميون اكتيفيتي لانه بيخش في الاميون في وضع اسمه سكين، يعني الاميون سيستم يصبح مش يصبح نوت اكتنج او بياكت بس بنسبه بسيطه، فده بيؤدي الى اميون ديس ريجوليشن يؤدي الى نون هوتشكين ليمفوما. الثلاث حاجات اللي بعد كده الصغيرين بالنسبه لنا اللي هي الجيناتكس، وده بتحصل في السمول ليمفوسيتيك ليمفوما اللي بتمثل 10%، يعني 10% من السمول ليمفوسيتيك ليمفوما بتبقى ريليتد تو جيناتكس. التريتمنت ريليتد سواء كيمو ثيرابي او ريديو ثيرابي ممكن يحصل سكندري نون هوتشكين ليمفوما. واخر حاجه التوكسين اسمه ايجنت اورجان اورنج، ده استعملوه الامريكان في حربهم في فيتنام وادى الى كونجينيتال مالفورميشنز في الناس الفيتناميين، وبرضه ادى لحدوث نون هوتشكين ليمفوما فيهم. نيجي بقى للباثولوجي بتاع النون هوتشكين ليمفوما، هيبقى باثولوجي كبير شويه لان احنا اول حاجه هنقسم النون هوتشكين ليمفوما بطريقتين، هنقسمه على حسب حاجه اسمها ان سي اي وركينج فورميوليشن كلاسيفيكيشن اللي هيقسم الليمفوما الى النون هوتشكين ليمفوما لثلاث انواع او ثلاث درجات، حاجه اسمها لو جريد وحاجه اسمها انترميديت جريد وحاجه اسمها هاي جريد. اللو جريد عندي ثلاث حاجات، سمول ليمفوسيتيك ليمفوما وفوليكولار سمول سيل ليمفوما
وفوليكولار ميكسد سيل ليمفوما. يبقى فاضل لنا لو لاحظنا اللارج الانترميديت جريد على اول حاجه فيهم هتبقى الفوليكولار لارج سيل ليمفوما، بعد كده الثلاث انواع من الديفيوز ليمفوما اللي هي ديفيوز سمول سيل وديفيوز ميكسد وديفيوز لارج سيل ليمفوما. يبقى ثلاث انواع من الديفيوز، ديفيوز سمول سيل ليمفوما وديفيوز ميكسد ليمفوما وديفيوز لارج سيل ليمفوما. بعد كده الهاي جريد هيبقى عندي ثلاث انواع اللي هي اللارج سيل اميونوبلاستيك والليمفوبلاستيك والسمول نون كليفد سيل. وزي ما احنا شايفين دي كلها ريليتد للماتوريشنز بتاع البي ليمفوسايتس. اول حاجه بتبقى سمول ليمفوسايتس يبقى ينتج عنها سمول ليمفوسيتيك ليمفوما، بعد كده بتبقى سمول نون كليفد او سمول كليفد دي اللي بينتج منها السمول نون كليفد سيل ليمفوما سواء بيركت او نون بيركت، بعد كده بتبقى لارج كليفد سيل اللي ينتج عنها او لارج نون كليفد ديت بتنتج عنها الانواع المختلفه من الديفيوز ليمفوما والفوليكولار ليمفوما، بعد كده بتماتوريت الى اميونوبلاست فينتج عنها اميونوبلاستيك ليمفوما، او بتماتوريت لحاجه اسمها كونفوليوتد سيل اللي هي اسمها ليمفوبلاست فينتج عنها ليمفوبلاستيك ليمفوما. واخر حاجه البلازما سيل، لو حصل في البلازما سيل دي موضوع تاني اللي هو المالتيبل مايلوما. الكلاسيفيكيشن الثاني WHO كلاسيفيكيشن هيقسم على حسب السيل اوف اوريجين الى نوعين زي ما احنا شايفين، يا بي سيل نيوبلازم يا تي سيل ناتشورال كيلر نيوبلازمز. يبقى بي سيل نيوبلازم يعني طالعه من البي ليمفوسايتس ودي نعرفها بالماركر اللي عليها اللي هي كلاستر اوف ديفرنشيشن اللي عليها، او تطلع من التي والناتشورال كيل سيل ودي نعرفها برضو بالكلاستر اوف ديفرنشيشن اللي عليها. اول جروب هنتكلم عليها اللي هي البي سيل نيوبلازم هتبقى على راسهم البي ليمفوبلاستيك ليوكيميا ليمفوما. يبقى بي ليمفوبلاستيك ليوكيميا ليمفوما، بعد كده كرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا اللي بقت معاها السمول ليمفوسيتيك ليمفوما، الاثنين بنعتبرهم ايتم واحد اللي هي السي ال ال والاس ال ال، بعد كده ليمفو بلازما سيتيك ليمفوما اللي هي ال بي ال، بعد كده الفوليكولار ليمفوما بدرجاتها الثلاثه المختلفين اللي هي جريد 1 و2 و3 على حسب النسبه والتناسب ما بين السنتروبلاست والسنتروسايتس، بعد كده مارجنال زون ليمفوما، بعد كده مانتل سيل ليمفوما، بعد كده ديفيوز لارج بي سيل ليمفوما، وفي البلازما بلاستيك ليمفوما والبيركت ليمفوما. التسميات دي كلها جت من حسب شكل السيل اللي اثناء الماتوريشن بتاع البي ليمفوسايتس وفي ذا سيم سايت المكان اللي فيه السيل، لو كانت موجوده في الفوليكل ففي تبقى نسميها فوليكولار، لو موجوده في منطقه المانتل يبقى نسميها مانتل، لو موجوده في الحافه بتاعت الفوليكلز بنسميها مارجنال، وعلى حسب الماتوريشن بتاع السيل. لو كانت السيل اماتيور يبقى لازم هنلاقي مقطع بلاستيك زي الليمفو بلاستيك او بلازما بلاستيك، لو كانت السيل ماتيور هنلاقيها تبقى اسمها ليمفو سيتيك او ليمفو بلازمو سيتيك. يبقى احنا كده عرفنا البي سيل ليمفوما الانواع بتاعتها متوقفه على اللوكيشن اللي موجود فيه المالجنت تيومر ونوع السيل اللي تناتج منها التيومرز على حسب الماتوريشن بتاع البي ليمفوسايتس. نيجي بقى للتيس ليمفوسايتس ومعاها الناتشورال كيل سيل نيوبلازم، ديت منها انواع مختلفه على راسها التي ليمفوبلاستيك ليوكيميا ليمفوما اللي هي زي البي ليمفوبلاستيك ليوكيميا ليمفوما دي النظير بتاعتها، واللي بعديها الادلت تي سيل ليوكيميا ليمفوما، وبعدها البريفرال تي سيل ليمفوما نوت اذروايز سبيسيفايد، وفي الانابلاستيك لارج سيل ليمفوما اللي هي الاي ال سي ال، وفي زي ما في فوليكولار ليمفوما اللي هي فوليكولار بي سيل ليمفوما في فوليكولار تي سيل ليمفوما، في بعد كده اكسترا نودل ناتشورال كيلر تي سيل ليمفوما نيزل تايب، في الهيباتوس بلانيك تي سيل ليمفوما، في انتروباسي اسوشيتد تي سيل ليمفوما، واخر حاجه انجيو اميونو بلاستيك تي سيل ليمفوما. بنلاحظ دايما الليمفومات كل نوع منهم معاه اسوشيتد كروموزومال ارينجمنت او كروموزومال ترانسلوكيشن بتؤدي الى موليكولار ري ارينجمنت اوف ذا جينز. اول حاجه المانتل سيل ليمفوما بيبقى فيها ترانسلوكيشن في ما بين 11 كروموزوم وال 14 كروموزوم، اللي في حته من الكروموزوم رقم 11 ثابت الكروموزوم رقم 11 وراحت مسكت في الكروموزوم رقم 14، وفي المقابل حته من الكروموزوم رقم 14 ثابت الكروموزوم رقم 14
11 وراحت مسكت في الكروموزوم رقم 11، الحته اللي هتسيب من الكروموزوم رقم 11 معاها البي سي ال 1 جين او السايكلين دي 1 جين، ده الاسم الثاني بتاعه، وديت بتروح تمسك في الكروموزوم رقم 14 بجنب حته خاصه ببرودكشن اوف اميونوجلوبولين. الاميونوجلوبولين اللي هيتكون اللي هو الاميونوجلوبولين اللي هي في تشين بتاعت الاميونوجلوبولين اللي هي الاي جي اتش، فهيبقى في كايميريك بروتين هيتكون جديد او كايميريك جين هنقول عليه نيو جيناتيك ستراكشرز هيتكون، هيبقى في الفيري اكتف الاوفر بروديوسد الاميونوجلوبولين هي في تشين ماسك فيها البي سي ال 2، وده هينتج عنه اوفر برودكشن اوف بي سي ال 2 لان هم الاثنين هيشتركوا في ذا سيم بروموتور، يبقى بسبب اللي هيجي يحصل ترانسكريبشن للاميونوجلوبولين هيفي تشين بكثره هيؤدي الى انتاج كمان معاه البي سي ال 1، والبي سي ال 1 هو اللي هيعمل انيشيشن لحدوث المالجنسي ده في المانتل سيل لينفوما. طب في الفوليكولار لينفوما هيحصل ترانسلوكيشن ما بين كروموزوم رقم 18 وكروموزوم رقم 14، حته من كروموزوم رقم 18 هتسيبه وتروح تمسك في كروموزوم رقم 14 والعكس بالعكس، فساعتها هيتنقل البي سي ال 2 جين يروح يمسك ويبقى موجود بجوار الاميونوجلوبولين هيفي تشين، واحنا عارفين الاميونوجلوبولين برضو بيتم انتاجها بنسبه عاليه، الترانسكريبشن بتاع الاميونوجلوبولين هيفي تشين بيتم كتير، لانهم بيشتركوا في نفس البروموتور هيحصل اوفر برودكشن للبي سي ال 2 وهو اللي هيعمل عمليه انيشيشن للفولوكرال لينفوما، يبقى ترانسلوكيشن 14 18. اخر حاجه منهم هتبقى السمول ليمفوسيتك لينفوما اللي هي الاس ال ال، هيحصل ترانسلوكيشن ما بين كروموزوم رقم 19 وكروموزوم رقم 14، هيبقى اسمه كروموزوم هيبقى اسمه ترانسلوكيشن 14 19، حته من كروموزوم رقم 14 هتسيب كروموزوم رقم 14 وتروح تمسك في كروموزوم رقم 19، الحته ديت هتبقى بتاعه الاميونوجلوبولين هيفي تشين، هتروح تمسك بجوار البي سي ال 3، هيحصل بسبب اللي بيتم ترانسكريبشن كتير للاميونوجلوبولين هيفي تشين الاي جي اتش هيحصل اوفر برودكشن للبي سي ال 3، والبي سي ال 3 اما يبقى موجود بكميه كبيره هيقلل الابوبتوزس فينتج عن ذلك سمول ليمفوسيتك ليمفوما. بعد كده السمول نون كليفد الليمفوما اللي هي فيها البيركت او نون بيركت دي معاها 3 ترانسلوكيشن، اول ترانسلوكيشن 8 14 حته من كروموزوم رقم 8 هتسيبه وتروح تمسك في كروموزوم رقم 14، الحته اللي في بتاعه كروموزوم رقم 8 اذا موجود فيها جين اسمه ماك جين ام واي سي هتروح تمسك في الاميونوجلوبولين هيفي تشين اللي موجود على كروموزوم رقم 14، فبالتالي زياده انتاج الاميونوجلوبولين او الترانسكريبشن بتاع الاميونوجلوبولين اتش هيؤدي الى زياده في انتاج الام واي سي اللي هو الماك اللي هو واحد من الترانسكريبشن فاكتور، وده هيؤدي الى انيشيشن اوف سمول نون كليفد ليمفوما. تاني نوع من انواع ترانسلوكيشن، ترانسلوكيشن هيحصل ما بين كروموزوم رقم 2 وكروموزوم رقم 8 اللي اسمه ترانسلوكيشن 2 8، حته من كروموزوم رقم 2 هتسيب البي ارم بتاع كروموزوم رقم 2 تروح تمسك في الكيو ارم بتاع الكروموزوم رقم 8، فالحته اللي في كروموزوم رقم 2 موجود فيها الاميونوجلوبولين لايت تشين كابا هتروح تمسك بجوار الماك اللي هو الام واي سي، فبالتالي بسبب الاوفر الترانسكريبشن الكتير اللي بيحصل على الاميونوجلوبولين لايت تشين كابا هيؤدي الى انكريز البرودكشن بتاع الماك، فهيزيد الليفل بتاع الماك فيؤدي الى انيشيشن اوف مالجنسي اللي هو السمول نون كليفد ليمفوما. اخر ترانسلوكيشن بيحصل في السمول نون كليفد ترانسلوكيشن ما بين كروموزوم رقم 8 وكروموزوم رقم 22، حته من كروموزوم رقم 8 هتسيب الكروموزوم رقم 8 وتروح تمسك في كروموزوم 22، الحته اللي هتسيب من كروموزوم 8 هيبقى فيها الجين اللي هو اسمه ماك جين اللي هو واحد من الترانسكريبشن فاكتور هتروح تمسك بجوار الاميونوجلوبولين لايت تشين، فيبقى اما يحصل ترانسكريبشن للاميونوجلوبولين لايت تشين لايت تشين لامدا بكثره يؤدي الى زياده البرودكشن بتاع الماك فيؤدي الى انيشيشن اوف سمول نون كليفد ليمفوما. لو لاحظنا حسب نوع الجين اللي بيتكون عندي الثلاث انواع الاولانيين من الترانسلوكيشن كلهم بيشتركوا في الاميونوجلوبولين هيفي تشين فلازم هنلاقي 14،
بعد كده على حسب الجين اللي هي الكروموزوم اللي هيتروح منه. لو كان بي سي ال 1 يبقى كروموزوم رقم 11، لو كان بي سي ال 2 يبقى كروموزوم رقم 18، لو كان بي سي ال 3 يبقى كروموزوم رقم 19. ذا سيم بالنسبه للسمول نون كليفد، الجين اللي هيبقى موجود عندي اللي هو الماك جين اللي هو موجود على رقم 8، فنلاقي كلهم مشتركين في كروموزوم رقم 8. الاختلاف على حسب المكان اللي هتروح ليه الحته اللي هتسيب. لو كانت هتروح للهيفي تشين زي ما عرفنا قبل كده هيبقى كروموزوم رقم 14، لو كانت لايت تشين ولايت تشين من النوع الكابا يبقى كروموزوم رقم 2. يعني اللايت تشين الجين المسؤول عن انتاج الاميونوجلوبولين لايت تشين من النوع كابا موجود على كروموزوم رقم 2. اخر حاجه الاميونوجلوبولين الجين المسؤول عن انتاج الاميونوجلوبولين لايت تشين لامدا موجود على كروموزوم رقم 22. تمام، نيجي بقى للكلينيكال برزنتيشن بتاعت حالات النون هوتشكين ليمفوما على حسب النوع بتاعها. لو كانت فوليكولار ليمفوما هيبقى البرزنت بتاعي زي ما احنا عرفنا اللي بنقسم الليمفاتكس الاجزا الليمفاتكس وبريفرال الليمفاتكس، هيبقى البرزنتيشن بتاعي ميكس ما بين الاجزال والبريفرال، هيبقى على راسهم البريفرال ادينوباسي وبتتميز بحاجه اسمها ويكسنج اند ويننج زي الدوره القمريه كده، يعني بيبقى تكتمل ويبقى يحصل زياده ليها فتبقى على شكل بدر وبعد كده بتبقى هلال والعكس بالعكس، يبقى بنسميها واكسنج ويننج معناها الليمف نود بيحصل لها انكريز ان سايز بعد كده تبدا تقل تاني وترجع تزيد تاني وتقل تاني، دي اسمها واكسنج اند ويننج. ممكن تكون اكزيال الليمف ادنوباسي بيبقى موجود في منطقه الميزنتري والريتروبورتونيوم فبيبقى في بالك ميزنتريك ريتروبورتونيال ادنوباسي. فيري رير اللي يبقى موجود بيه سيمتومز مع الفوليكولار ليمفوما، وبسبب المانيفستيشن اللي موجوده في الاجزيا الليمفاتكس دي المريض ممكن يشتكي من ابدومينال بين وباللوتنج وباك بين. النوع اللي بعد كده اللي هو اسمه مالت ليمفوما اللي هو ميكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو ليمفوماز على حسب السايت اللي حصل. لو كان جاستريك يبقى في جاستريك مانيفستيشن، لو كانت طالعه من اللاكريمال جلاند يبقى اللاكريمال مانيفستيشن. بعد كده الديفيوز لارج بي سيل ليمفوما برضه زي ما احنا قلنا في اكزيال ليمفاتكس وفي بريفرال ليمفاتكس بيبقى معاها البريفرال والاكزيال، بريفرال ادنوباسي معاها اكزيال زي المدياستين ادنوباسي والبالكي ريتروبوتونيال نودز. 20% من حالات الديفيوز لارج بي سيل ليمفوما بيبقى معاها بي سيمبتومز على حسب الادنوباسي اللي موجود. لو في ميدستان ادنوباسي يبقى البيشنت بريزنت بكوف وديسنيا وشيست بين وسوبيريور فينا كيفا سندروم. لو كانت بالك ريتروبوتونيال نودز هيبقى المريض ممكن اسيمتوماتيك تماما او يبقى عنده ابدومينال بين او بلوتنج او باك بين. بعد كده في عند البركت ليمفوما ودي بيبقى معاها بالك ابدومينال ادروباسي ولو في انتستينال انفولفمنت ممكن يحصل مانيفستيشن زي الباول اوبستراكشن. المريض اللي عنده بالك ابدومينال ادروباسي هيشتكي من ابدومينال بين. اخر حاجه البرزنتيشن بتاع الليمفوبلاستيك ليمفوما لو جت ببالك ليمف ادنوباسي في منطقه الميدياستاينم يعني بالك ميدياستاينال ادنوباسي المريض ممكن يخش في اكيوت ريسبيراتوري كومبرومايز. نيجي بقى للانفستيجيشن بتاع النون هوتشكين ليمفوما. زي ما قلنا في الهوتشكن اول حاجه اكسجنال بيوبسي هتفضل طبعا لان الفاين نيدل والكور بيوبسي مش هتبقى اديكويت ان اديكويت. الفاين نيدل اسبيريشن باثولوجي هيديني سيتولوجي هيديني بجاست سيتولوجيكال كاركتر اوف ذا تيومر مش هقدر اعمل عليه امينو فينوتايبنج زي ما هنعرف. والكور بيوبسيز ممكن التشو ما يكونش سفيشنت برضه لعمال الامينو فينوتايبنج فيفضل ان انا اعمل اكسجنال بيوبسي. بعد كده الامينو فينوتايبنج بنعمل الحالات سي دي 45 اللي هو اسمه ليوكوسيتيك كومن انتيجين اللي هو ال سي اي دايما بيبقى بوزيتيف. بعد كده السي دي 20 والسي دي 3 والسي دي 5 والسي دي 10 والسي دي 23 والسي دي 4 والسي دي 8. طبعا السي دي 4 والسي دي 8 عشان التي لينفوسايتس، البي لينفوسايتس هيبقى السي دي 20 والسي دي 5 والسي دي 10 والسي دي 23. من خلال دول بنقدر نحدد السب تايب بتاع الليمفوما. بعد كده نعمل الحالات سيتوجيناتيك اند موليكولار اناليسيس
على الليمف نود او البون مارو او البريفرال بلاد عشان نشوف الترانسلوكيشن مثلا. في بعد كده لابوراتوري ستادي، اللابوراتوري ستادي اللي ممكن تتعمل زي السي بي سي واللي هي الكومبليت بلاد كاونت والليفر فانكشن تيست والنينال فانكشن تيست والالكالاين فوسفاتيز، ومهم قوي نعمل ال دي اتش، ومهم نعمل بي 2 مايكرو جلوبولين. الراديولوجيكال ايمجنج اللي عندي شيست اكس راي، ده اقل حاجه خالص ممكن اعملها عشان اشوف الميداستاينال او الهايلر ادروباسي، او اشوف بلور افيوجن، او اشوف برانكيمال ليجن في اللنج، او اعمل سي تي او ام ار اي شيست وابدومين بلفيس، برضه هقدر اشوف الميداستاينال او الميزنتريك او الريتروبوتونيا الليمف نود زي البارا اورتيك ليمف نود، او اشوف برانكيمال انفولفمنت، او اشوف ليفر انفولفمنت، او اشوف سبلين انفولفمنت او سبلينوميجالي، وممكن اشوف بيها الميداستانول هايلر ليمف نود اولسو. ممكن اعمل الحاله بيت سي تي، وده ممكن اعمله ات انيشال بريزنتيشن، اعمل ازاي اعمل بيه اعرف السايت والاكستنت اوف ذا ديز، يبقى اعمل ستيجنج، او اعمل بيه اسيسمنت للريسبونس اعمل بيه ريستيجنج. مو اعمل الحالات بون سكان، والبون سكان لو لقيت المريض عنده ماسكروسكليتال سيمتوم او عنده اليفيتد الكالاين فوسفاتيز. الابر جي اي تي اندوسكوبي لو لقيت الوالداير لينج از فيها ليمفوما، يبقى ساعتها اتوقع ان ممكن يكون في الجي اي تي اذر ليمفوما، فهعمل الحاله ابر جي اي تي اندوسكوبي. في ممكن اعمل حالات اتش اي في تيستنج برضو، وعندي السي اس اف اكزامينشن. السي اس اف اكزامينشن هعمله للمريض اللي عنده ديفيوز اجريسيف نون هوتشكن لينفوما ومعاها بوم مارو انفلتريشن، او معاها ايبيديورال انفلتريشن، او تيستيكولار، او بارا نيزال ساينس، او نيزوفارينجال انفولفمنت، او الهاي جريد ليمفوبلاستيك لينفوما، او السمول نون كليفد سيل لينفوما اللي هي البيركت والنون بيركت، او لو كان عندي اتش اي في ريليتد لينفوما او برايمري سي ان اس لينفوما. يبقى انا عندي هنا الديفيوز لارج بي سيل لينفوما اللي هي من الانترميديت دي، حالات خاصه منها بنحتاج نعمل لها سي اس اف اكزامينشن. كل الهاي جريد لينفوما هنعمل لها سي اس اف اكزامينشن بالاضافه للسبيشال تايب اوف لينفوما اللي هو الاتش اي في لينفوما اللي هي ريليتد لينفوما والبرايمري سي ان اس لينفوما. اخر حاجه عندي اللي هي البون مارو اسبيريشن اند بون مارو بايوبسي، هعملها لو المريض على ادفانسد ستيج زي ستيج 3 او ستيج 4، او المريض عنده بي سيمتومز او انواع معينه من الليمفومات زي الهاي جريد ليمفوما، لازم اعمل لها بون مارو اسبيريشن واند اور بون مارو بايوبسي. نيجي بقى للستيجنج. المره اللي فاتت قلنا الستيجنج بتاع كوتس وولد موديفيكيشن، هنا هنستعمل اللوجانو موديفيكيشن للان اربورنج ستيجنج سيستم. هنقسمه لاربع ستيج، ستيج 1 و2 و3 و4. الستيج 1 هتبقى في ليمف نود واحده زي السيرفايكال او الاكزيلري او الانجوينال او المدياستاينال او الليمفويد ستراكشر زي السبلين والسايموس والوالداير رينج لوحده، يعني هيبقى عندي ليجن يا اباف الدايفرام يا بلو الدايفرام، والليجن ده ممكن يكون نودل او ممكن يكون اكسترا نودل. نودل زي الاكزيلري ليمف نود والسيرفايكال ليمف نود والميداستان ليمف نود والانجوينال ليمف نود او البارا اورتيك ليمف نود. الاكسترا نودل زي السايموس والوالداير رينج والسبلين، ممكن اللاكريمال جلاند، ممكن الاستومك، كل دول اكسترا نودل سايتس بس يكون وان اورجان بس الانفولفد. الستيج 2 هيبقى عندي الليجنز اللي عندي موجوده يا اباف الدايفرام برضو يا بلو الدايفرام، وعباره عن اثنين او اكتر من الليمف نودز او الليمف نود ستراكشرز. ممكن يكون عندي وان ليمف نود ومعاها ادجيسنت اكسترا نودل سايت، او ممكن يكون التو سايتس عباره عن نودز. ولو كانت الليجن موجود في وان هايلم اوف ذا لانج بتبقى بتعتبر سايت، لو تو هايلم بيبقى تو سايت، يعني ممكن البرزنتيشن بتاع المريض يكون الهايلال ليمف ادنوباسي معاها ميدياستاينال ليمف ادنوباسي، دي هيبقى ستيج 2. طب لو كان المريض عنده بايلاترال هايلر ليمف ادنوباسي يبقى المريض ده ستيج 2، لان كل هايلم اوف ذا لانج بنعتبره وان سايت، الميداستاينال بنعتبرها سايت، السوبرا كلاف الرايت بنعتبرها سايت، والليفت بنعتبرها سايت، الليمف نود اللي في السيرفايكال ليمف نود الليفت بنعتبرها وان سايت والرايت بنعتبرها وان سايت، البارا اورتيك كلها بتعتبر وان سايت، الانجوينال بتعتبر كل واحده منهم رايت سايت والليفت سايت. فبالتالي لو المريض عنده وان هايلر ليمف نود ومعاها
ميدياستال لينف نود دي هنسميه ستيج 2. لو كان المريض معاه اكسترا نودال سايت وليكن زي الصايمس ومعاه ميدياستاينم ده بنسميه ستيج 2، ستيج 2 اي لوجود الايه الميدياستاينم. احنا اتعودنا لما نيجي نعمل ستيجنج 2 بنكتب جنبها شرطه ونكتب عدد السايتس اللي انفولفد. لو كانوا 2 سايت تكتب 2، لو 3 سايت نكتب 3، لو 4 سايت يبقوا 4، بس بشرط كل السايتس يكونوا على سيم سايد اوف دايفرام. طب لو كان موجود الدايفرام ما بين السايتس او الريجونز اوف لينف نود الانفولفد ريجون دي بنسميه ستيج 3. وبرده نفس الحكايه هنديفايدو لنوعين، ستيج 3 1 وستيج 3 2. ستيج 3 1 اللي هو الانفولفمنت من السبلين او السبلينك هايلم او السايلك السيليك او البورتال نودز. ستيج 2 3 2 اللي هو الانفولفمنت في البارا اورتيك او الاليك او الانجوينال او الميزنتريك نودز. لازم أن يكون عندي انفولفمنت ابافي دايفرام وبلو دايفرام. هنيجي بعد كده لستيج 4 ليه احتمالات كتيره على حسب الاورجان اللي انفولفد. هيبقى انفولفمنت او ديسيمينيشن لبارينكيماتوس اورجان، وطبعا مش هيبقى فوكال ليجن لانه لو كان فوكال ليجن بس هيبقى ستيج 1 اي. لازم يبقى ديفيوز انفلتريشن اوف ذا اورجان زي الليفر وزي البول مارو وزي اللنج. ففي الحالة ديت هيبقى المريض عنده ستيج 4 ديزيز. زي ما قلنا المرة اللي فاتت عندي برضو في تسميات خاصة، في رموز خاصة بنحطها زي الـ A والـ B. الـ A للـ absence of B symptom والـ B for presence of B symptoms. الـ B symptoms اللي هيبقى درجة حرارة أكتر من 38 و unexplained، فيبقى في unexplained fever او في نايت سويت او المريض عنده لص في الويت اكتر من 10%. الديكريز اللي حصل بنسبه اكتر من 10% يكون خلال 6 شهور من الدايجنوزس وما يكونش ليه اكسبلينيشن معروف. بنحط الرمز اللي هو الايه لو كان في اكسترا نودال كونتاجوس اكستنشن البروكسيمال للينف نود، و لو كان الاكسترا نودال سايت ده ديفيوز انفلتريشن اوف اورجان يبقى ساعتها بنسميه ستيج 4. يبقى ستيج اي ابليكابل بس لستيج 1 و2، مش ابليكابل لستيج 3 وستيج 4. بالنسبه للوجانو موديفيكيشن، في اللوجانو موديفيكيشن لو كان فوكال انفلتريشن اوف اكسترا نودال سايت بنسميه بنديله الرمز اي. لو كان ديفيوز انفلتريشن يبقى المريض ستيج 4. البلكي زي ما قلنا برده في المره اللي فاتت لو كان الليمف نود اكتر من 10 سنتي او كانت ميدياستاينا الليمف ادنوباسي اكتر من التلت من الترانسوراسيك دايمتر عند الليفل عند اي ليفل من الثراسيك فيرتبري، وفي اللحظه ديت يبقى الليجن ده بالكي وبنديله الرمز اكس. بعد كده التيومر لو حصل ريلابس ليها بنعمل ريستيجنج تاني ليها، فبنسمي الاستيجنج في اللحظه ديت ار اس، ار فور ريلابس والاس فور ستيجنج، او ممكن نقول الار اس ديت اختصار للار فور ري والاس فور ستيجنج، يعني ريستيجنج يا ريلابس ستيجنج او يكون الاختصار لري ستيجنج. بعد كده هنتكلم على التريتمنت، هنقسمهم لفوليكولار لينفوما وديفيوز لارج بي سيل لينفوما. اول حاجه الفوليكولار لينفوما هيبقى عندي ستيج 1 و2 وكونتاجوس، يعني لو كان ستيج 2 طبعا تو ادجيسنت لينف نود لبعض والليجن يكون نون بالكي. البيشنت ده العلاج الامثل ليه راديو ثيرابي، ياخد انفولفد سايت راديو ثيرابي من 24 ل 30 جراي على السايت ده. طب لو كان المريض ستيج 1 و2 اللي هي التو لينف نود اللي موجودين مش قريبين من بعض مش ورا بعض نان كونتاجوس او كانوا بالكي، يبقى ساعتها الخيارات المتاحه بالنسبه لي يعمل له اوبزرفيشن لو كان المريض اسيمتوماتيك، او ادي له بيولوجيكال ثيرابي زي الماب سيرا اللي هو روتوكسيماب اللي بيشتغل مونوكلون انتي بودي اجينست سي دي 20، وممكن اضيف معاه الكيمو ثيرابي، يعني يدي روتوكسيماب الون او اضيف معاه كيمو ثيرابي. ممكن ادي كيمو ثيرابي، الكيمو ثيرابي اللي اديه ممكن يكون سنجل ايجنت دواء واحد زي البندماستين او اللينالدامايد،
او يكون كومباينيشن ريجمن زي السي في بي والشوب. السي في بي اللي هو سيكلوفوسامايد فينكريستين برندنزولون، الشوب اللي زي السيكلوفوسامايد الهيدروكلورايد دوكساروبسين اللي هو الادرامايسين، والاو فور اونكوفين اللي هو الفينكريستين، والبي فور برندنزولون. ممكن المريض بعد لو خد كيماوي بس او خد بيولوجيكال تريتمنت بس او خد بيولوجيكال تريتمنت معاه كيمو ثيرابي، ممكن اضيف له راديو ثيرابي انفولفد سايت راديو ثيرابي من 24 ل 30 جراي. طب لو المريض ستيج 3 و4، ستيج 3 و4 لو المريض ما عندوش انديكيشن للتريتمنت بنعمله اوبزرفيشن. ايه طب ايه المريض يبقى انديكيتد للتريتمنت وقت ايه؟ لو عنده مانيفستيشن وبالذات لو كانت ثريتند اند اورجان فانكشن، او حصل تشينج في السي بي سي بتاعته، ففي ليمفوما ريليتد سايتوبينيا، او الليجن كان بالكي، او زي ما احنا قلنا الفلوكال ليمفوما دي اندولنت ليمفوما، بدا المريض الليمفوما تزيد وتقل تزيد وتقل، يبقى في اللحظه ديت الحل الوحيد اللي هيعالج المريض، العلاج المريض ينحصر ما بين حاجه من اتنين، يعمل له بيولوجيكال ثيرابي باي روتوكسيماب، يا ادي له راديو ثيرابي. البيولوجيكال ثيرابي بالنسبه لي هيبقى روتوكسيماب اللي هو انتي سي دي 20، هدي 1 سايكل كل 8 اسابيع لمده 12 جرعه. وديت بالذات لو المريض كان عنده initially presenting with high tumor burden. اخر حاجه الراديو ثيرابي، ادي local involved site radio therapy في الدوز اللي هديها، هدي 30 جراي. بعد كده الديفيوز لارج بي سيل لينفوما، هيبقى عندي ستيج 1 و2 نان بالكي وستيج 1 و2 بالكي وريلابسد او ريفراكتوري. اول حاجه الستيج 1 و2 النان بالكي هعالج المريض يا بكيمو ثيرابي بس، فساعتها اديله 6 سايكل شوب وما اديهوش راديو ثيرابي. طب لو كان هعالجه ب 3 سايكل شوب يبقى هدي المريض 3 سايكل شوب، بعد كده هديله انفولفد سايت راديو ثيرابي اللي هو من 30 ل 36 جراي. طب لو كان المريض ستيج 1 او 2 بالكي، ساعتها هيبقى علاجه كيمو ثيرابي اللي هو 6 شوب، وبعد كده ياخد الانفولفد سايت ريديو ثيرابي من 30 ل 36 جراي. طب لو كان المريض ستيج 3 و4 ياخد 6 سايكل شوب برضه، بس الليمف الريديو ثيرابي اللي هديهوله هنا مش شرط اديله ريديو ثيرابي لكل الحالات، هدي بس للحالات اللي كان فيها انيشال بالك سايت. ممكن بعد ما المريض يخش في كومبليت ريميشن في ستيج 3 و4 اعمل له هاي دوز تريتمنت او هاي دوز كيمو ثيرابي، وبعد كده اعمل اوتولوجاس ستيم سيل ريسكيو، يعني اعمل بون مارو ترانسبلانتيشن، بالذات لو كان المريض هاي ريسك. الهاي ريسك بيشنت زي الانفولفمنت اوف تيستيكولار او الانفولفمنت اوف بارانيزال ساينس او نيزوفارينجيال او ايبيديورال او في بون مارو انفلتريشن، يبقى ده هاي ريسك بيشنت، يبقى ساعتها يفضل ان اديله هاي دوز كيمو ثيرابي وبعد كده اعمل له بون مارو ترانسبلانتيشن. اخر حاجه لو المريض ريلابسد او ريفراكتوري تو تريتمنت، التريتمنت بتاعي هيبقى اول حاجه اديله سكند لاين كيمو ثيرابي، وبعد كده لو كان المريض كانديديت للبون مارو ترانسبلانتيشن يبقى هديله هاي دوز كيمو ثيرابي، وبعد كده اعمل له بون مارو ترانسبلانتيشن نوع معين اللي هو اسمه اوتولوجاس ستيم سيل ترانسبلانتيشن او اوتولوجاس ستيم سيل ريسكيو.